Okey, assalamualaikum. Antara benda yang saya nak jemaah saya tahu adalah kita boleh baca doa sebelum kita minum air zam-zam ke Ustaz. Okey, dan sebelum tu, lepas kita baca doa ni, para jemaah ingatlah antara doa yang you all kena niat dalam hati, pasal selalu dengar jemaah demam, sakit, batuk kan. Okey, antara dia ialah bila sakit bila berdoa, selitkan ya Allah tuanku, sembuhkanlah segala jenis penyakit di dalam badanku yang buatkan aku terdedah pada segala jenis penyakit masa-masa aku beribadat dan lepas balik nanti. Buat yang tu satu. Yang kedua, Ustaz, apakah adat-adat baca air zam-zam, minum air zam-zam, ada air zam-zam, dia kena ganjil kan? Apa dia? Nak minum air zam-zam, dia kena ganjil kan? Ganjil maksudnya bagaimana? Satu, tiga, lima ganjilnya. Betul tak? Okey, so sekarang ni Ustaz akan lead untuk baca doa. Jom, tengok. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم لا تكلنا مفرق ولا تنسنا غفرق ولا تقصد أن نسرق ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم بعثنا في حب الساعة إليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتحسينا ونستغفرك فتغفرنا يا من قرأه لا يحق وقضاؤه لا يحق وصفته كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل ما نحن أهله إنك على التقوى وأهل المغفرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.